ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وإلى فقرتنا الثانية في برنامجنا قهوة الصباح. والحين خلي مارسيل كذا قاعد يعد لنا شوربة ونشوف اليوم الوجبة البحرية اللي بيقدم لنا إياها بالنسبة للشارقة. يعني اليوم كلنا أكلاتنا كلها بحري في بحري. الحين عندنا موضوع كثير مهم كثير جميل، يعني احنا سعداء أن نسلط الضوء عليه من خلال حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية رئيسة قسم الأنشطة والبرامج بإدارة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، والحديث حول الملتقى الثقافي القراءة للجميع. نقول لك صباح الخير أستاذ. صباح النور أستاذ. بداية طبعا أنا أشكر استضافتكم لنا في هذا البرنامج، أشكر جميع المعدين للبرنامج وما شاء الله يعني جهد فعلا تشكروا عليه. بداية أنا أحب أنوه عن دائرة شؤون الأحداث. بداية الدائرة طبعا بقرار من صاحب الجلالة مرسوم سلطاني بإصدار قانون مساعدة الأحداث وإنشاء دائرة شؤون الأحداث بموجب القرار الوزاري 2008 تم إنشاء هذه الدائرة. طبعا الدائرة تمارس اختصاصاتها بأقسام منوعة بها، فيها قسم التنسيق والمتابعة، قسم الأنشطة والبرامج، قسم التوجيه الاجتماعي، عندنا كذلك دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث. تعريف بسيط للحدث، يعني الحدث طبعا هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل 18. طبعا هذا التعريف بقانون مساعدة الأحداث أدرج هذا التعريف. الأحداث عندنا نوعين، حدث جانح وحدث معرض للجنوح. ممتاز. بالنسبة للحدث الجانح طبعا من عمر 9 سنوات إلى عمر 18 سنة. وهو كل حدث ارتكب جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون، فيؤمر القاضي بإيداعهم إما في دار إصلاح الأحداث أو يؤمر بتدابير قضائية أخرى على حسب جنحة وجرم اللي ارتكبه هذا الحدث. ممتاز. وفي عنده كذلك حدث معرض للجنوح. الحدث المعرض للجنوح طبعا هو من وهو صغير إلى عمر 18 سنة. ممتاز. طبعا الحدث معرض للجنوح إما يكون هو مارق من سلطة أبيه أو والديه أو مثلا كثير الهروب من المدرسة أو هو يرافق أصدقاء السوء. بالنسبة لما تقدمه دائرة شؤون الأحداث لهؤلاء الأحداث، هدف الدائرة طبعا إعادة تأهيل هؤلاء الأحداث وإعداد الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. ممتاز. إعدادهم ورعايتهم، إعدادهم تعليميا ثقافيا اجتماعيا. ممتاز. نفسيا. ممتاز. وفعلا نظمت كثير من البرامج فيما يخص متابعة هؤلاء الأحداث. حلو. سواء بداخل دار إصلاح الأحداث أو بدار توجيه الأحداث أو كذلك متابعتهم في المجتمع. كيفية اختيار البرامج بالنسبة لهم على أي أساس؟ طبعا نحن نختار البرامج على أساس المسببات التي وقع بها الأحداث في المشكلات هذه. فإحنا مثل ما تقول في دراسات تعملها الدائرة، من خلال هذه الدراسات إحنا نبدأ بوضع هذه البرامج. بالنسبة لو جينا نتكلم على البرامج، هناك في عندنا برامج وقائية وعندنا برامج علاجية. من ضمن البرامج الوقائية اللي فعلا قدمتها الدائرة ويمكن كثير من في المجتمع استفادوا من هذه البرامج هي عمل حملات. الحملات هذه نوعين، حملات موجهة للمجتمع، للأسر، للآباء، للمعلمين، للمعلمات، للأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس ولأفراد المجتمع بشكل عام. وهناك حملات موجهة لطلبة المدارس في المدارس. حلو. اللي هو في سنة الحدث. طبعا من هذه الحملات احنا ايش نستهدف؟ احنا طبعا نوجه الأسر في كيفية التعامل مع هؤلاء الأبناء، نوجههم نعطيهم إرشادات أسباب انحراف هؤلاء الأحداث بحيث وبعض الحلول في علاج بعض المشكلات. نعم. لهؤلاء الأحداث. كذلك في محاضرات توعوية بتعريف بقانون مساعدة الأحداث. نعم. لأن كثير من الأسر كثير من المجتمع لا يعرفون كثير بقانون مساعدة الأحداث. كذلك في لطلبة المدارس هناك محاضرات توعوية في هذا المجال. نعم. يعني نعرفهم ما هو قانون مساعدة الأحداث، متى هذا الطفل يعاقب. نعم. متى هذا الطفل يودع بدار إصلاح الأحداث وغيرها من القرارات. ممتاز. طبعا عملنا احنا حاليا واللي هو الملتقى يعني. ايوه الملتقى الثقافي القراءة للجميع. طبعا تطويرا للبرامج اللي تقدمها الدائرة للأحداث،
بالنسبة طبعا هذا الملتقى سيقام بدار إصلاح الأحداث. طبعا دار إصلاح الأحداث له برامج خاصة. نعم. يلتزم فيه الحدث وهو مودع بهذه الدار. نعم. يلتزم بهذا البرنامج. البرنامج اليومي الكائن المتكامل من بعد ما يصلي الفجر هو يلتزم ببرنامج رياضي ثم برنامج ديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كذلك هناك برنامج تعليمي حيث أنه يعني عملت فصول دراسية خاصة لهؤلاء الأحداث. في عندنا برامج تدريب مهني، عندنا مدربين في الميكانيكا، مدربين في الكهرباء، مدربين في الأشغال اليدوية. ومن ثم يكون هذه البرامج بشكل يومي ودائمة إلى الفترة المسائية. طبعا البرنامج ملتقى القراءة للجميع. هذا البرنامج لم يكن وليد اللحظة، بل كان سبقه سابقا دورات كثيرة في علاج الضعف القرائي لدى هؤلاء الأحداث، لأن نحن لاحظنا في أغلب الأحداث عندهم مشكلة في القراءة، عندهم ضعف في وتدني في المستوى التعليمي التحصيل الدراسي. فوضعنا هذا الملتقى بعد عدة دورات احنا قمنا بها للأحداث وفعلا استجابوا. حلو انكم عملتوا عملية تصاعدية مش على طول الملتقى. بالضبط. فجاء التطوير ان نحن نكبر شوية الموضوع كذا ونشمل معه أسرهم على أساس انه يكون هناك في تجاوب بين الحدث وأسرته والموظفين، ويحس ان الموضوع فيه تجاوب أكثر من قبل الأحداث. طبعا البرنامج مثل ما أنت شايف هو يهدف إلى تنمية مهارات القراءة لدى هؤلاء الأحداث، ينمي الرغبة والدافع الذاتي لحب القراءة وحب التعلم. قراءة حرة ولا محددين نوعية من الإصدارات؟ لا، هي قراءة حرة، ولكن إحنا نعلمه كيف يتبع أسلوب القراءة. ممتاز. ما هي الأساليب؟ أساليب القراءة الجادة. نعطيه نفهم بعض أنواع القراءة. هناك قراءة سريعة، قراءة متأنية، قراءة سطحية، قراءة متعمقة. من غير هذا هناك ننمي بعض المهارات، منها مهارات كتابة قصة قصيرة، مهارات كتابة الشعر إذا كان هناك عندهم ميول في كتابة الشعر، نعطيهم بعض القواعد الأساسية. فإذا ما جئنا نتكلم عن الهدف العام ينقسم في ثلاث عناصر: تربية سلوكية، مهارة علمية، هنا يكتسب مهارة علمية، كذلك يحفز الملكة الذهنية لدى هذا الحدث. ممتاز. بالنسبة للتربية السلوكية أنا أربي فيه حب التعلم وحب تعلم القراءة، وأعطيه بعض المهارات، أجدد التفكير لديه، حوله من تفكير سلبي إلى تفكير إيجابي وحب لهذه القراءة. بالنسبة للمهارة العلمية اللي يكتسبها طبعا يتعلم أنواع القراءة. نعم. يتعلم أساليب القراءة بحيث أنها تكون عادة مستمرة معاه، عادة فردية مثمرة له. ممتاز. كذلك يتعلم في عندنا ورشة قد تطول يمكن أسبوعين مدتها. نعم. اللي هو ورشة الخط العربي. حلو. فهو يتعلم هنا خطوط العربية. نحن نعرف أنك أنواع كثيرة من الخط. نعم. العربي. عندك خط الكوفة، الخط المنسوب، الخط العثماني. فهو يبدأ يتعلم. نعم. شوي شوي. كذلك يكتسب هنا تحفيز للملكة الذهنية لديه. ممتاز. كيف يكون ذلك؟ بقراءة كثير من النصوص، قراءة كثير من القصص طبعا. نعم. المفيدة والهادفة اللي تربيه أخلاقيا. نعم. يحاول يحلل هذه النصوص، يحاول يتدبرها، الفهم والاستيعاب، فيحفز اللي هي مهارات. ممتاز. التفكير أنا لديه. قدر الإمكان حاولت أني ما أقاطعك عشان تعطيني صورة عامة، ولكن في بالي جت مجموعة من التساؤلات، منها هل في مراعاة ما بين الفروقات المعرفية وفي نفس الوقت الفئات العمرية الذائقة بالنسبة ما بين طفل وطفل، ما بين حدث وحدث، هل راعيتوا هذا الجانب؟ طبعا أكيد. ممتاز. احنا نراعي جميع الجوانب. بالنسبة للأحداث الموجودين بدار الإصلاح هم يعني عددهم قليل. نعم. وتقريبا مستواهم شبه متقارب. ممتاز. فلذلك احنا عملنا هذا الملتقى ليسع جميع المستويات. هل يصير في تقييم ما بعد الملتقى عشان يشوفون مدى الفعل، هل هم حبوا ما حبوا؟ نعم. يريدون أفضل أو إلى ذلك؟ الحمد لله يعني احنا جميع برامجنا يعني مثل ما تقول أهم شيء عندنا التقييم. ممتاز. وحتى احنا نسأل دائما الأحداث ما رأيك في البرنامج، إيش تحب يكون البرنامج القادم بإذن الله تعالى. من خلال الدورات السابقة احنا نجد كثير من التجاوب، وكذلك احنا غيرنا كثير من الوسائل. حلو. يعني حتى طريقة التعليم للقراءة غيرناها. ممتاز. طبعا نحن عارفين الطفل يميل أكثر شيء لأجهزة الحاسب. صحيح. الآلي، الآيباد. نعم. هذه الأمور. نعم. ففعلا أكثر ما أدخلنا أيوة وسائل مرئية وسمعية وورقية، فكثير وحتى الأوراق ملونة. نعم. في عندنا هناك معمل للقراءة، قسمنا هذا المعمل إلى أركان. في عندك ركن التعبير،
وكتابة التقارير. هنا يتعلم كيفية كتابة التقرير، قواعد الإملاء وقواعد الترقيم وغيره، حتى يكتسب مهارة في الكتابة. في عندنا اللي هو الكشف المعجم، كيف هو يكشف المعجم عن المفردات. هنا يثري طبعا اللغة، يثري مفردات كثيرة في اللغة العربية لدى هذا الحدث. في عندنا كذلك ركن القصة القصيرة، هنا يتعلم الحدث كيفية كتابة القصة، ما تتكون، ما هي عناصر القصة، يعني تعرف الأحداث ممتاز وغيرها. ممتاز. في عندنا كذلك إذا بتكلم عن البرنامج نفسه، هناك مرحلة تنظيرية وفي عندنا مرحلة تطبيقية. ممتاز. المرحلة التنظيرية طبعا نعلم فيها الحدث أساليب التعامل مع الكتاب، أساليب التعرف على القراءة السريعة. في عندنا دورة يقدمها، طبعا أنا أشكر جميع المدربين اللي شاركوا معنا في تنفيذ هذا الملتقى. أشكر الأستاذ طلال الرواحي، سيقدم الدورة عن القراءة السريعة. ممتاز. وطبعا من غير اللي هو التعلم الذاتي لأركان القراءة اللي تكلمنا عنها، القصة والتعبير وغيرها. وطبعا بندخل في بعض قواعد اللغة حتى يستفيد منها الحدث. في البداية سيتعرف على أدوات الخط العربي وأنواع الخط العربي، ومن ثم نبدأ بالجانب التطبيقي. طبعا في عندنا احنا هناك كذلك كم يوم تقريبا؟ هم اسبوعان. اذا انا عندي سؤال هنا، يمكن السؤال مبني على الجانب وقائي، وخاصة أرباب الأسر اللي قاعد يتابعون، كان على مستوى الأولياء الأمور أو يعني على مستوى كذلك المجتمع. في مرحلة سنية نقدر نقول هذه مرحلة، نقدر نقول عند المراهق هذه مرحلة لازم يكون في حرص، في انتباه. يعني من كنا أيام ما كنا صغار دائما ابتعدوا عن رفقاء السوء، يعني هذه المفردات حتى ممكن صارت مزعجة حتى لفئة المراهقين. أنتوا ليش لما بطلع تقولوا لي انتبه من فلان، وأنا واثق من نفسي، عارف إيش اللي أنتوا ربيتوني بشكل جيد، فكيف ممكن هنا نتعامل عشان ما نوصل إلى مرحلة ممكن تكون؟ طبعا مثل ما حضرتك، طبعا هذه الأمور يعني كلها إحنا نعمل حملات وقائية للأسر نفسها. أول شيء نحن نعرفهم حاجات هذا الطفل، نعم. يعني إيش هو يحتاج في هذا السن. طبعا أنت تعرف أسلوب الأمر الآن، نعم. الطفل لا يستجيب. صحيح. بالعكس ممكن يكون هناك في عناد، في تمرد في هذا الموضوع. فمثل ما تقول في بعض الأساليب يجب أن يتعلمها كذلك الأب والأم نفسهم، يجب أن يعلموا ذاتهم هذه الأمور، ليس كل بالتلقين وغيره. أنا الآن كأم أريد أتعرف ما هي رغبات ابني، نعم. ماذا يريد ابني، كيف أربي ابني بالطريقة المناسبة. نعم. أنا أعرف أن الأبناء لا يستجيبون بالأمر، إذا لماذا أنا لا أوجههم توجيه غير مباشر؟ يعني حتى التربية بالقصة، نعم. حتى أنا لما أريد أوجهه ممكن أن أقول له قصة، هو من خلال هذه القصة يستفيد، نعم. بعض الأمور والعبر. ماذا يحب الطفل؟ يحب حتى الوسائل الإلكترونية، أنا ممكن يعني أخدمها لصالح هذا الطفل. ممتاز. حتى هو إذا طلب أو إذا أراد مثلا الهاتف أو غيره، طبعا أنا ما أؤيد أني أنا أعطي الطفل الوسائل الحديثة هذه، ولكن أنا ممكن أجعله حتى يستخدمها حتى في الأمور القراءة، حتى أنمي فيه مهارة القراءة حتى عن طريق الوسائل التواصل الحديثة. البيئة المحيطة والمجتمع دوره، الحين عرفنا في حرص من قبل الآباء والأمهات، ولكن البيئة المحيطة كذلك طبعاً أوسع شوي. صحيح. يعني أنت ما ممكن تتحكم في الطفل أنك لا 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 تطلع مع جيرانك أو شيء. هناك تبادل ثقافات ما بين يعني الأصدقاء وغيرهم. هنا دور الأب أنه ينتقي هؤلاء الأصدقاء، ينتقي حتى الجيرة، يعني ينتقي الناس الذين يجالسهم هذا الطفل، يحاول مراقبة الطفل، لا يبتعد الابتعاد الكامل. طبعا من اسباب انحرافهم هو هي احيانا تكون يا اما زياده الدلال من قبل الاسره لهذا الطفل، نعم. او العكس، نعم. هناك قسوه شديده لهذا الطفل، فسبحان النقيضين موجودين. فالان كيف انا اتعامل مع هذا الطفل؟ الامور تغيرت، الحياه تغيرت، المجتمعات تغيرت. يمكن يقول لك والله ما في غير الضرب، ويمكن احنا نسمعها من ناس كثيرين، ولكن انا اقول بالعكس، لو كان الضرب يعطي نتيجة كان الحين أبنائنا ما أخطأوا، لأن كل يعني أغلبهم يمكن تعرضوا لهذا، ولكن بعدهم مستمرين. ولكن هناك يعني أنا أؤيد الضرب في الصلاة، لأن الصلاة هي أساس الدين، ولكن في الأمور الأخرى سيتعود
عليها الطفل. كل الشكر لك الدكتورة بدرية بتناصر الوهيبية، رئيسة قسم الأنشطة والبرامج بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، وحديثنا معها حول المنطقة الثقافي القراءة للجميع. حاولنا شوية كذا ناخذ بعض المعلومات ونكسب حضورها معنا ونستثمرها. كل الشكر لك دكتورة، ونورتينا برنامج نقافة الصباح. أشكركم مرة ثانية، أشكر على هذه الاستضافة ونشكر جهود الجميع وموفقين بإذن الله. شكرا مرة. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل ان شاء الله راجعين لكم، لا تروحوا بعيد.